أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام للحديث عن القمع الذي تمارسه الميليشيات في العراق. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا بكم سيد علي. بداية، حذر موقع ديلي بيست الأمريكي من تكرار سيناريو ما قبل عام 2014 في العراق. هل برأيك القمع الذي تمارسه الميليشيات يمكن أن يعيد ظهور تنظيم الدولة مرة أخرى؟ يا سيدي، تحية لكم والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا. كل الظروف التي كانت مجتمعة في ما قبل 2014 الآن مجتمعة وتفوقها سوءا وتدهورا وأذى للشعب العراقي. الكارثة الآن أن هذه الميليشيات أخذت، يعني تأخذ منحى جديد، حين نلاحظ اليوم أن رئيس الجمهورية يزور زعيم احدى تلك الميليشيات المطلوب للقضاء الدولي في بريطانيا بتهمه اختطاف خبراء بريطانيين، وهو قيس الخزعلي، ومطلوب بعده قضايا وجرائم، ومنظمته والميليشيا التي يقودها مصنفه على انها ميليشيا ارهابيه وفق القانون الدولي. حين نلاحظ ان رئيس الجمهوريه اليوم يقوم بزيارة هذا المطلوب والإرهابي إلى مكتبه ويبحث معه أوضاع السيادة في العراق، هذه هنا الكارثة. تلك الميليشيات الآن تقتل وتبتز وتختطف وتمارس أبشع أنواع الجرائم في داخل السجون وفي الشارع العراقي، للأسف تحت غطاء الحكومة العراقية. حكومة عادل عبد المهدي الآن سجلت أنها أضعف حكومة من الحكومات التي تعاقبت أو التي ابتلى بها العراق منذ العام 2003 لحد الآن. والدليل أن هذه الميليشيات الآن تستخدم الدبابات في مداهماتها لبيوت الآمنين، وعمليات السطو والابتزاز ومصادرة الممتلكات والأموال. إن كان الحديث بهذا الشكل، يعني كما تفضلتم هناك زيارات يجريها مسؤولون في العراق لزعماء ميليشيات، كانت واحدة منها أيضا زيارة وزير الدفاع السابق لأحد قادة الميليشيات للحديث معه عن الوضع الأمني الموجود في العراق. لماذا إذن تطالب السلطات المتعاقبة بحصر السلاح بيدها إن كانوا يزورون قادة الميليشيات ويجلسون معهم ويتحدثون عن الأوضاع الأمنية كذلك؟ سيدي الكريم، هذه الإعلانات والكلام والتصريحات اللي تطلقها تلك المسميات سواء حكومية أو وزارية أو برلمانية، هذه تطلقها للاستهلاك المحلي ولخداع الرأي العام الدولي عن حقيقة الوضع ما يجري في العراق. الحقيقة أن تلك الميليشيات هي صاحبة السطوة، وهي التي تتحكم بمصير ورقاب الشعوب العراقيين، ولا يستطيع أي من تلك المسميات سواء كان رئيس حكومة أو حتى رئيس جمهورية التحرك إلا بأمر منها. ولدينا الآن مناطق وقرى ومدن ومحافظات مدمرة، تقوم تلك الميليشيات بمصادرة المزارع والبيوت وأراضي الناس ونزع الملكية. الحقيقة أن العراق تحكمه دولة ميليشيات منفلتة لا تؤمن ولا تنتمي، ليس لديها أي شعور بالانتماء للعراق. المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال إن آلاف العائلات لا تزال غير قادرة على العودة إلى قضاء بيجي. كيف ترى دور القوات الحكومية في وقف هذه الجريمة؟ وهل بالفعل كما يقول البعض تلك القوات متواطئة؟ سيدي الكريم، تلك القوات ما تسمى بالقوات الحكومية بكل مسمياتها، مرجعيتها الحقيقية هي ميليشياتها، لا تنفذ الأوامر الوضعية التي تصدر لها من الدوائر والمسميات التي ترتدي زيها أو تقبض رواتبها الشهرية منها. تلك المسميات مرجعياتها ميليشياتها، ولذلك هناك عملية يعني خلط بهذا الأمر، ولا يتم تنفيذ أي أمر يصدر مما تسمى الحكومة العراقية. العراق تحكم الميليشيات، وهذه الميليشيات منفلتة ودمرت العراق والعراقيين. إن جئنا إلى قضية النازحين قليلا، إلى أي مدى تعتقد هناك تربح
من قبل بعض المسؤولين بخصوص قضية النازحين كما ذكر النائب نايف الشمري. سيدي الكريم، المسميات البرلمانية والمسؤولين كلهم يحتاشون من هذه القضية، يحتاشون منها بعدة مجالات. في مجال أنهم ميليشياتهم وأتباعهم وذويهم يبتزون هذه المناطق، يبتزون منها الأموال ويصادرون أراضي وبيوت ومزارع ومعامل. نعم. الأمر الآخر، هناك عملية استجداء من دول العالم، ونحن نتواصل مع منظمات دول أوروبية أكدت بأنه دفعت مئات الملايين من الدولارات للحكومة العراقية لمساعدة النازحين، علما أن تلك الأموال لم يصل منها درهم واحد أو سنت واحد إلى النازحين وإلى المحافظات المنكوبة. كل المسميات وخصوصا من يدعون أنهم يمثلون تلك المكونات اللي تسكن تلك المحافظات كلهم مشتركين بهذه الجرائم، ويتربحون ويحتاشون من تلك الحالة ومن معاناة النازحين. سيد علي، هل تعتقد أن إخفاء أو تغييب واقع النازحين من قبل السلطات المتعاقبة الموجودة في العراق، تحديدا سلطة العبادي والآن عادل عبد المهدي، هل إخفاء حقائق النازحين، المعاناة التي يواجهونها في المخيمات أو أنهم مهجرون خارج منازلهم، هل هذا الموضوع برأيك متعمد لسبب إخفاء حقيقة الدمار الذي حدث في هذه المناطق والذي يمكن أن يقال عنه فشل؟ سيدي الكريم، لا يوجد فشل، لأنه إذا قلنا فشل بمعنى هذا أمر يعني نحمل على حسن نية. هم سيئين نية في هذا الأمر. عملية إخفاء والتغاضي وكتم المعلومات والحقائق عن النازحين، الهدف منها هو منعهم من العودة إلى مدنهم، وهذا الأمر يسهل لهم عمليات التغيير الديمغرافي، ويسهل عملية الاستيلاء على أراضيهم ومساكنهم. هذا الغرض منه. لا يوجد فشل، كل ما يجري في العراق من أذى ودمار سواء للنازحين أو لكل مكونات الشعب العراقي عمل مقصود ومدبر من تلك ما تسمى بحكومة الميليشيات في العراق. طيب، إذا انتقلت معك إلى موضوع السجون في العراق، مفوضية حقوق الإنسان ذكرت أن أوضاع السجون في العراق تزداد سوءا. لماذا ارتبطت حالة السجون هذه بالفترة الأخيرة التي ازداد فيها نفوذ الميليشيات؟ سيدي الكريم، هناك انهيار تام في منظومة القضاء ومنظومة التحقيق والمنظومات الأمنية والمنظومات الإشرافية على السجون. لا يوجد جهات محايدة أو جهات ما يعني نستطيع تسميتها بأنها جهات حكومية تدير السجون. الميليشيات اخترقت كل المسميات، والآن السجون عملية يعني تباع وتشترى. هذا السجن يباع لتلك الميليشيا، وتلك الميليشيا تتقاسم الوضع في هذا السجن من خلال عملية الابتزاز والتعذيب والقتل والأذى وابتزاز المعتقلين، ووصل الأمر حتى إلى استئصال الكلات، إجبار معتقلين على التبرع بكلاتهم وغيرها من الأمور. هذه السوء، انهيار منظومة القضاء ومنظومة التحقيق ومنظومة الأمنية. هل تعلم أن في العراق لا يوجد الآن محكمة للشرطة، في حين أن محكمة الشرطة في العراق كانت واحدة من أهم المحاكم قبل 2003. الآن أي شخص من منتسبي الشرطة أو من إدارات السجون يرتكب أي جريمة لا يوجد من يحاسبه. طيب، هذا بالنسبة للقضية. نعم، هذا بالنسبة للقضية محليا، لكن النظرة الدولية إلى واقع السجون في العراق وواقع المعتقلات الموجودة في العراق تختلف. هناك اعتراف بوجود تعذيب، يعني صحيفة دير شبيغل الألمانية التي نشرت فيها هذه الفضائع عن السجون، والتي كانت ضربة قوية لحقيقة ما يحدث في العراق من تعذيب وغيرها، ألا تجعل العالم يجبر على التدخل بشكل أو بآخر؟ ألا تحرج المجتمع الدولي؟ يا سيدي الكريم، المجتمع الدولي لم يعد يعني
يتمتع بالحياه او الاحراج في هذا الامور. المطلوب الان ان هناك دوله تتقدم لمجلس الامن الدولي لاعاده وضع العراق تحت البند السابع، للمطالبه بلجنه تحقيق دوليه مستقله، للمطالبه بلجنه بمحققين خاص في قضايا السجون. هذا الامر اللي نسعى إله. لكن انا اقول ان المنظمات الدوليه وخصوصا منظمه هيومن رايتس ووش ومنظمه العفو الدوليه، وهذه المنظمات قالت كلمتها وتؤكد في كل تقاريرها، ونحن على تواصل معها، تؤكد بان ما يجري في العراق كارثه. لكن للاسف هناك اراده دوليه او اجماع او تغاضي او تواطؤ دولي على ابقاء الوضع في العراق على ما هو عليه، وهذا امر مؤسف جدا. الأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، شكرا جزيلا لك.